خلال مسافة الأربعة كيلومترات بشعارات أبناء القبائل الذين توافدوا لأرضية هذا الميدان بهذا المهرجان السنوي الكبير وختامي المرموم 2016. نتابع المقدمة ونسير أيضا مع بداية هذه الانطلاقة. وفي المركز الأول تتواجد وهج عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي تأتي على صدارة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني مع وجود نهابة سالم بن علي بن محمد البطيني من يقدم نهابة. المركز الثالث تصل أيضا جلمودة أحمد بن عبد الله بن أحمد المسند من يأتي مقدما جلمودة في هذا الانطلاق. رابع المراكز تتقدم الشاهينية مبارك بالسعودي بن سعيد العامري يأتي بانطلاقة هذا الاسم. وخامسا تتواجد أيضا انتباه محمد بن راشد بن تريس الظاهري مع المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر وصلت شاهينية سالم بن رباح الحربي يأتي بانطلاقة شاهينية. والمركز السابع تصل أيضا في هذا الانطلاق حملولة محمد بن عيسى بن خميس الخيالي متقدما. بينما المركز الثامن الوصول يأتي من وهد محمد بن سيف بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي مقدما هذا الاسم. وتدخلات خطيرة مع مشغلة سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي تسللت لتنتزع المركز السادس في هذه اللحظات. نتابع المركز التاسع هذه هي الشاهينية عامر بن مبخوت بن عيضة العامري خذت أيضا المركز التاسع وتسلل أيضا مع المركز العاشر حملولة محمد بن عيسى بن خميس الخيالي. العودة إلى المقدمة العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هذه هي واج ما زالت تسيطر كل السيطرة على مقدمة هذا الشوط لتنطلق أيضا بالمركز الأول. واج واج على الصدارة وعلى المقدمة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي من يأتي أيضا بانطلاقة هذا الاسم في هذا الأداء الرائع والجميل والتحدي المذيل لدى انطلاقة هذا الشوط. ولكن بدأت المنافسة والانطلاق هنا مع أيضا وجود مشاهدين الأعزاء نهابة. نهابة المركز الأول بدأت تسيطر على الصدارة. نهابة سالم بن علي بن محمد البطيني من يقدم هذا الاسم على مقدمة هذا الشوط. تدخلات جديدة للقاية هنا تصل مشاهدينا الاعزاء. وهج عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي على المركز الثاني كما ذكرنا. والمركز الثالث هنا ايضا تصل في هذه اللحظات شاهينيه سالم بن رباح الحربي من يقدم الشاهينيه في هذا الانطلاق. المركز الرابع هنا تصل ايضا في هذه اللحظات شاهينيه عامر بن مبخوت بن عيضه العامري. والمركز الخامس وهج سيد محمد بن سيف بن كليب الكتبي من ياتي ايضا بانطلاقه هذا الاسم. دخل في أجواء التنافس والتحدي والانطلاق بالأمتار الأخيرة المتبقية على نهاية هذا الشوط بهذا التنافس القوي مع بداية الكيلومتر الأخير. الكيلومتر الأخير خلاص هذه هي اللوحة التنبيهية لكل المشاركين بالمسافة المتبقية بقيادة وصدارة نهابة على مقدمة هذا الشوط. سالم بن علي بن محمد البطيني يسيطر كل السيطرة على مقدمة هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق. وهنا الشاهينية سالم بن رباح بن عوض الحربي مقدما الشاهينية على المركز الثاني. وشعار بن كليب يصل من الجانب الآخر في هذه اللحظات. تحديات خطيرة أيضا على المركز الرابع مع الشاهينية عامر بن مبخوت بن عيضة العامري منافسة رباعية. الموقف خطير مع الأربع المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق. وهذه هي الشاهينية تسيطر على المركز الأول تنطلق بمقدمة هذا الشوط. سالم بن رباح الحربي من يقدم ايضا هذا الاسم على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الاول خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير بالمنافسة القوية. وهنا تصل ايضا الشاهينية عامر بن مبخوت بن عيضة العامري يحاول اختطاف ناموس هذا الشوط من تحت اقدام الشاهينية. منافسة ثنائية خطيرة للقاية بقيادة الشاهينية. الله يا سلام هذه هي الشاهينية بشعار سالم بن رباح بن عوض الحربي من ياتي ايضا محاربا للكل نحو تحقيق ناموس هذا الشوط. وها هي تصل الى خط النهاية ولكن المحاولات في اللحظات الاخيرة. ولكن الشاهينية هي صاحبة الفوز وناموس المركز الثاني. الشاهينية عامر بن مبخوت بن عيضة العامري المركز الثالث. وصلت ايضا وهج محمد بن سيف بن علي بن كليب الكتبي. بينما المركز الرابع كان الوصول ايضا مشاهد
مشاهدينا الاعزاء من طاقه صالح بن محمد بن حميد اليحابي، والمركز الخامس ايضا نهابه سالم بن علي بن محمد البطيني. هذه هي الخمس المراكز المتقدمه، حيث كانت المنافسه القويه والشاهينيه هي من حققت ايضا بالتنافس والتحدي ناموس هذا الشوط لتصل الى خط النهايه. لا سالم بن رباح بن عوض الحربي بتوقيت زمني 5 دقائق 52 ثانية، ثلاثه اجزاء من الثانيه. المركز الثاني الشاهينيه ادى اداء رائع وجميل لا سيد عامر بن مبخوت بن عيضه العامري بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق 52، خمسه اجزاء من الثانيه. بينما المركز الثالث كان هناك الانطلاق من وهد في المركز الثالث، حيث ادت الاداء الرائع محمد بن سيف بن علي بن راشد بن كليب الكتبي بتوقيت زمني 5 دقائق 55 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. شكرا لكل الزملاء على التواصل بالوصف والتعليق، احييكم واجدد لكم التحية واللقاء في هذه الأمسية بعد ما